ارتفاع درجات الحرارة دايما بيتبادر لذهننا شو هو النظام الغذائي الأنسب لتناوله خلال فصل الصيف. فأكيد حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع ما كان إلنا غنقوم بزيارة عند أخصائية التغذية ماريبال حرب. فتعوا معنا بداية حتى نشوف ماريبال شو هي لائحة الأطعمة يلي نصحتنا نتناولها بهذا الفصل تحديدا. المأكولات اللي لازم نكون عم ناخدها أكثر هي طبعا وأهم شيء المي المسقعة، فيها تكون عم بتبوردنا أكيد، وهذا الشيء كلنا بنعرفه. الخضرة يعني خيار، خس، الرقة، البقلة والفواكه، ولكن مش كل أنواع الفواكه. عم نحكي عن البطيخ المشمش اللي هي الفواكه الصيفية، عم نحكي عن الكرز وأيضا الشمام. ومن المعلومة اللي معقول تصدمكم هي الحر. نحن بنعرف أنه الحر بيعطي حرارة للجسم لأنه بس ناكله بنحس أنه كتير شوبنا وعرقنا، ولكن هو بيعمل ردة فعل عكسية لأنه جسمنا بيصير بده يعمل كول داون سيستم، يعني بده يرجع يرقد هذا الشعور، وبالتالي هو بطريقة غير مباشرة بعد فترة من ما نكون عم نتناوله بيرجع ببورد الجسم. وكان من اللافت انه ماريبال خلال حديثها معنا حبت تدقنا قوس الخطر وتقلنا انتبهوا في لائحه من الاطعمه من المفضل تجنبها، فبرايكم اي هي؟ المأكولات لازم نكون عم نبتعد عنها اللي بتزيد الحمامه بالجسم وبتعطينا شعور بالدفى. عم نحكي عن البروتينات خاصه الحليب والبيض لانه بيعطوا حراره للجسم، وكل شيء غني بالبروتينات بينت الدراسات انه يعتبر من الثيرميك فود اللي بيعلوا الحراره بالجسم، يعني اللحمه، الدجاج والسمك. ايضا البامبكن او اللقطين والجنجر بيزيدوا من حراره الجسم، وكمان بالخضره في عنا الجزر يلي بيزيد من حراره الجسم. ايضا في عنا المأكولات يلي غنيه بالناتس او الجوز، اللوز، الكاجو. المهم انه نكون عم نبتعد عنها لانه بتزيد من حراره الجسم. ايضا بفصل الصيف فينا نكون عم نتناول المشروبات، الموزه اللي هي حرارتها متدنيه او هي متلجه، ولكن بدنا ننتبه انه نحن السكر اللي موجود فيها حيرجع كمان يعمل رده فعل، لانه جسمنا بده يحرقه يعمل عنا الشوب. فمهم انه نكون عم ننتبه على هدول الاخطاء الصغيره يلي بنعملها بفصل الصيف.